انتو بتعرفوا انه سوق التنابل كمان موجود بمصر، بس هنيك لأصحاب الدخل المتوسط، اما هون لأصحاب الدخل العالي. عمكن ابو عدنان مو بس مخ تجاري وبس، لا، ضرب عصفورين بحجر واحد لحتى صار هالمكان هو معلم سياحي بزوروه السياح وبزوروه كل المحافظات السورية، لأن رغم مساحته الصغيرة فيه منتجات غذائية كتيرة ومتنوعة مو موجودة بالسوق. طيب، هي الرواية يلي بعرفها أنا، تعالوا نشوف العالم شو بتعرف عن هالسوق. لا أظن لأنه كل الأشياء فيه غالية وشبه جاهزة الأشياء، يعني كان هيك سموه سوق التنابل غالبا. هلا انا ما بعرف تحديدا ليش سمى، بس انا على حسب ما بتوقع، لانه هون بتلاقي الفاصوليا مقطعه، الكوسه محفوره، المدري شو، اللي بينزل ياخذ طبخه جاهزه بياخذها ويمشي. يعني بينقوا كل الخضره والخضره بشكل عام، يعني بينقوها للستات لانه فيها شغلات جاهزه، يعني العالم ما بتعب حالها لحد العالم التنابل، يعني ما بتحب تشتغل ما بتعب حالها تجي تلاقيهم جاهزين. لانه كل واحد عاطل عن العمل كان يروح يقعد هنا. والله هو يعني في له حدين، انه سوق التنابل الناس يعني ما بتشتغل زياده هيك، يعني في له حد ثاني بجوز تنبل، يعني باللغه العربيه انه سيء الخدمه يعني هيك.